انظر انظر إلى أم أنمار الخزاعية بالخارج تتفحص الغلمان. أجل، إنها تريد أن تبتاع لنفسها غلاماً تنتفع بخدمته، فقد سمعت أخاها بالأمس يتحدث في هذا الأمر، فكان يقول لأحد أصحابه إن أم أنمار تريد غلاماً تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده. أجل أجل، إنها تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع. انظر، ها قد وقع اختيارها على هذا الصبي، إنه لم يبلغ الحلم بعد، فهذا الصبي بصحة في جسده ونجابة البادية تظهر على وجهه. مرحبا بأم أنمار، أيعجبك هذا الصبي؟ بكم تبيعه يا هذا؟ أبيعه بعشرة دنانير، فما رأيك؟ ها؟ إذن سأخذه. ما اسمك يا غلام؟ خباب يا سيدتي. ومن أين أنت؟ من نجد. إذن أنت عربي؟ أجل، ومن بني تميم. يا لك من مسكين، إذن ما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟ سأخبرك يا سيدتي، لقد أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب، فاستاقت الأنعام وسبيت النساء وأخذت الذراري، وكنت في من أخذ من الغلمان، ثم ما زالت تتداولني الأيدي حتى جيء بي إلى مكة وصرت بين يديك. تعال تعال يا غلام، هذا غلامي واسمه خباب، أريدك أن تعلمه صناعة السيوف. ها قد استأجرت لك هذا الدكان واشتريت لك هذه العدة، والآن استثمر مهارتك في صناعة السيوف ولا تخذلني. لم يمض على خباب سوى شهر في مكة وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة. ماذا بك يا خباب؟ تأتي كل يوم بعد أن تفرغ من عملك وتخلو بنفسك كثيراً، ماذا بك؟ هذا المجتمع القرشي الجاهلي قد غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، فحياة العرب قد غطاها جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فلا بد لهذا الليل من آخر. أتعلم أن خباباً قد مضى إلى محمد الأمين وسمع منه فبهره بكلامه وغمره سناه؟ نعم، فقد بسط خباب يده إليه وبايع محمداً الأمين على أنه رسول من عند رب الكعبة. وتخيل أن خباباً لم يكتم إسلامه عن أحد، وقد بلغ هذا الخبر أم أنمار فاستشاطت غضباً وغيظاً أيضاً. انظر انظر هناك، إنها أم أنمار تتجه هي وأخوها سباع بن عبد العزة وفتيان من خزاعة باتجاه خباب في دكانه. خباب، لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدق. ماذا؟ وما هو؟ يشاع أنك صبأت واتبعت غلام بني هاشم، فماذا تقول؟ ما صبأت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم وشهدت أن محمداً عبد الله ورسوله. ماذا تقول في محمد؟ عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. وماذا تقول في اللات والعزى؟ صنمان أصمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان. أم نعم، وقد شهد مع النبي الكريم بدرا
وقاتل تحت رايته، وخرج معه إلى أحد، فأقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزة أخي أم أنمار، أقر عينه وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب. إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط، ولا منعت منها سائلا قط. لماذا تبكي؟ أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال. رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.